السيد رئيس الجمهورية وتجسيدا لالتزاماته الأربع والخمسون المتعلقة بإجراء التنمية المحلية في أحد العناصر الأساسية في التنمية الشاملة للوطن. ينعقد اجتماع حكومة النهار اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2020 على مستوى ولاية سمسيت، وهذا بترسيم البرنامج التكميلي للتنمية الذي أعطته الحكومة بتعليمات سامية من السيد رئيس الجمهورية، والذي تم ضبطه على مستوى الحكومة بعد استشارة فعاليات المدنية والسلطات المحلية بولاية سمسيت. وتم وضع هذا البرنامج التكميلي الذي يخص 17 قطاع وزاري، يضاف إليها بعض البرامج الأخرى، وهذا اتباعا لما سينجم عن اتصال مع المجتمع المدني بعد الاجتماع.